مش هقول لك يا الاخت، والله والله العظيم غير يجوز الكلام، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الباعه عشنا فرحه واليوم فرحه اكثر من الباعه ان شاء الله باذن الله تعالى. وان شاء الله كما نقولوا احنا ماشي هذه الاولى وماشي هذا، احنا منا وجه المطالب تاعنا راهي كما نقولوا احنا راهي غير تطلع، راهي غير تطلع ان شاء الله. وربي كما نقولوا احنا الحمد لله على الكاس العربيه هذه ما عندناش ولات عندنا، كوب دافريك عندنا، دوكا خصنا وحده يجيبوا لنا لاكوب ديمون.